ياه فينك من بدري يا راجل، ده انا مفلس والله. يا عم مارشميلو، انت مشترك جديد هنا في الجيم معانا ولا ايه؟ لا انا جايلكم من حد جديد وكايزه في العلبه دي. ايه يا عم الخيابه اللي انت فيها دي؟ لا لا لا، بقول لك يا عم مارشميلو، توتو على كبوته يابا، مالناش احنا في شغل الشيكات دي. انت جايب شيكات معاك في العلبه دي ولا ايه؟ شيكات ايه بس يا حاج؟ لا لا لا، بقول لك ايه، بص بقى ابويا بيتكلم صح، توتو على كبوته يا باشا، احنا ما بناخدش شيكات. يا جدعان اصبروا وهفهمكم كل حاجه. قولوا بقى يا جدعان، ده مارشميلو شكله فلس كده وما بقاش قد التحديات. اللي انت بتعمله ده اكبر يا جدع، مش كده ايه؟ شكله كده يا كارت. انا عمري ما شفت الدهب داخل في الافلام. قولتوا بقى مين اللي مش قد التحديات؟ احنا اللي مش قد التحديات. لا لا لا، ما حدش قال حاجه مارشميلو، ده انت ملك التحديات كلها. تحدي ايه ده مارشميلو اللي على سبيك الدهب؟ بصوا بقى ركزوا معايا، التحدي ده هيبقى عباره عن مراحل، واول مرحله هتبقى سباق على المشاية، واللي هيكسب السباق دوت هيبقى معاه نقطة. حلو قوي. انا على المشاية دي بقالي كده جيت حوالي مثلا ايه ربع ساعة، احسب بقى من بعد كده. لا طبعا هنبتدي من الاول وكله هيبدا في نفس الوقت. اه طبعا حق الله. وانت عشان انت بقالك كتير بتلعب على المشاية، فانت مش هتلعب عليها وهتلعب على اللعبة اللي هناك دي. يا عيني يا ابني، هتجري كل ده تاني؟ ده انت لو بتجري من حرامي مش هتجري الجري ده كله. يا حلوه المكنه دي، بس ده كده ظلم بقى الصراحه. انا عايز يعني على الاقل كده نص ساعه راحه. لا مفيش وقت، انا عندي تحديات كتير غيره. طب ما انا مش قادر مارشميلو. خلاص ماشي، معاك خمس دقايق بالظبط روحه وهنبتدي. يلا بينا كله جاهز عشان نبدا التحدي. جاهزين؟ انا جاهز. وانا كمان جاهز. انا العب ازاي انا بالوقت؟ ما حدش ياخد راحتي كامله في الخمس دقايق دول. يا سيف معاك مشكله ولا ايه؟ انا جاهز يا مارشميلو. اول سرعه هتمشي عليها هتبقى 10 كيلو متر في الساعه الواحده. واحد اهي على 10 اهي. اثنين ثلاثه ابدا. وكده يكون حبة كبيرة، كله يزود السرعة على 15. يا بوي ايه ده؟ معرفش ليه سريعة كده، بس ماشي قد التحدي واكسب. يا دهب يلا عدى دقيقتين، ارفعوا السرعة على 20. يا دهب بابا ارفع ده بقى سريع يا بابا، بابا الحقنا بابا. يخرب بيت تحدياتك يا مارشميلو. يا لهوي يا بابا. نفسي اتقطع، نفسي اتقطع. بابا الحقنا بابا الحقنا. نايل بقى ولا اخد في 60 داهية؟ انا عايز حد يلحقني اصلا. شال شال. لا تعبت، مش قادر، منسحب.
يس يس. وكده يكون الاب كسب اول نقطه في التحدي. طبعا لازم اكسب من يومي وانا بجري اصلا، بس مش مع بني ادمين بقى، بجري مع حسين، يعني بعمل سباق مع حصان من انا سريع وكده. لازم اكسب طبعا. بص يا حاج الوسمي، يلا بينا عشان نخش في التحدي اللي بعده. A few moments later. وبالنسبه بقى للجزء الثاني من التحدي، ودوت هيكون تحدي الاوزان، واكتر واحد فيكم هيشيل وزن هيكون هو ده اللي كسب النقطه. حلو قوي الكلام ده. هنلعب على انه مكنه بقى. اه صح، هنلعب على انه لعبه، ما الجيم مليان العاب اهو. صح والله، صح يا عيال، عندكم حق فعلا. انا بقول كفايه كده، انا خايف عليكم برضه، انا شايف ان انتوا تروحوا وحلال عليا بقى حته الذهب دي، وما تقلقوش هدي كل واحد فيكم 200 جنيه عشان انتوا عيالي بس. لا لا لا، مارشميلو هو الكلام ده، طالما بدانا تحدي يبقى نكمله للاخر. ايوه بالظبط كده، قول بقى مارشميلو هنلعب على انه مكنه. مكنه الظهر اللي هناك دي. دي لعباتي دي. مبروك عليا سبيكه الذهب. لا هو يلا، ده انا هطولها ازاي بس المكنه دي. استعنى على الشرف اللي لك. ابدا بوزن كام يا مارشميلو؟ اول حاجه هتبتدي بوزن 30، بعد 10 عدات هتزود ل 10 كيلو. تمام بسم الله يا رب، يا رب دراعه ينمل يا رب، ان شاء الله ان شاء الله مش بعيد. عاش انا سيف، عاش. يلا زود الوزن وخليه 40. هتنجز انا بقى لا، عشان عايزين نلعب، مش هنفضل واقفين مستنيينك طول اليوم احنا. ايه ده؟ صح انا قاعد. مش هنفضل قاعدين طول اليوم مستنيينك يعني، ما تنجز. كمل انا سيف كمل. عليك عايز يكسب لوحده، انت اللي هتكسب انا سيف ان شاء الله، بس بالنص بقى. ها يلا كمل يلا. مش قادر مش قادر، تعبت. انت كده جبت 8 عدات على وزن 40 كيلو. ماشي حلو حلو، عاش انا سيف. وسع بقى يلا عشان دوري. تلعب فين يا مخنول انت؟ وسع عقلك من هنا، وسع عقلك. انا الكبير الاول. انا اللي هخش العب دلوقتي. الاب اللي عليه الدور. ماشي يا عم مارشميل، كلامك اوامر. خش يا بابا، خش خش ورينا هتجيب كام. واحنا المفروض ده بنبتدي من كام يا مارشميلو؟ اول وزن 30 كيلو. 30؟ ده بتاع العيال التوتو ده. اتفرج بقى على الاكشن اللي هيحصل دلوقتي. تمام. انا جبت كام عده كده يا مارشميلو؟ كده انت جبت 50 عده على الوزن ده. سمعتوا؟ سمعتوا قال ايه؟ ماشي ماشي، درس يعلمكم بس ابوكوا ايه في الحديد. بعون الله ابطلها لحد ما نبطلها. هو فين الواد كركر؟ اه خد تعال العب. تعال العب وريني هديك كام. تعال اتفرجوا بقى، اتفرجوا شوفوا اصغر واحد فيكم هيلعبها ازاي. اتفرجوا. لا بقى لا بقى، ربنا ما هسكت غير لما اجيبها. لا 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 لا، ايه
يا ابن اللعيبة يا كركر، عملتها ازاي دي؟ يا ولا كركر انت بتعمله ده؟ اللي انت بتلعبه ده؟ وكده يكون الحب هو اللي كسب صديقي في الجامعة، ألف مبروك. كان الكلام من فضة، دلوقتي أصبح ذهب، خليك معانا اليوم ده. ألف مبروك يا حاج، ماشي، عايزينك تروق علينا بقى ها؟ من عناية يا ده كارك، رغم انك انت متستهلش انت والحيوان اللي هناك ده، بس ماشي. هو مين ده الحيوان يا بابا؟ ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ ها؟ ده انت حيوان وستين حيوان. الله. طب ماشي، حلو قوي الكلام ده. ران ولا ولا خد يلا اتصرف يا مارشميلو، نعمل اي حاجة. صايع برضه الواد سيف ده. ايه ده؟ هي راحت فين؟ هتروح مني فين يا هلا؟ ده انت لو في بطن امك هجيبك. طب يا جماعه انا بشوف ان العقليه دي مع نفسي. السلام عليكم. تعال. And his name is John C. ايوه كده، عايش على سيف هلا. اطلع تاني. يا رب. يا رب ايه الظلم ده يا رب، بس ليه كده؟ ربنا ما يدخ عياش. سويع برضو بابا، يلا ربنا معاك بقى سيف. ها، اشوفك انت من هنا اللي جاي. يلا سلام.